حمايه الجزائر من خلال مجموعه البوليزارو. فالمغرب قطع مؤخرا اشواقا كبيره تزامنا مع المسيره ذكرى المسيره الخضراء ذكرى 48 ضمن الفضاء الوطني للسياسات العموميه بشراكه مع المركز المغربي للدراسات والابحاث في حقوق الانسان والاعلام لندوه حول الصحراء المغربيه وافاق الحياه السياسي. تاتي اهميه هذه الندوه بالمصادفه مع هذه الذكرى كذلك، وباعتبار ان من اقدم القضايا الدوليه اللي بقات كصراع مفتعل هي قضيه الصحراء المغربيه هي القضيه الفلسطينيه. فاحنا بغينا نسلطوا الضوء على هذه القضيه وشنو هي افاق الحل السياسي في افق التطورات اللي عرفتها مؤخرا واللي كانت كلها في صالح الحل اللي اقترحه المغرب اللي هو الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. فوقعت مجموعه من التطورات الايجابيه في اطار التحرك الدبلوماسي المغربي بقياده جلاله الملك واعطت نتائج طيبه جدا، وبالتالي بدا كيتعزل الفريق الى صح التعبير اللي كيساند هذه القضيه من الناحيه السلبيه اللي هو دوله الجزائر، وبالتالي وضعها امام يعني واحد نقولوا في الافق المسدود. فالمغاربه تتطور القضيه لصالحهم، ولكن الجزائر اصبحت شبه معزوله وهي طرف رئيسي في هذه القضيه. فتنقولوا ان الدكاتره الكرام غادي يسلطوا الضوء على هذه القضيه وافاق ديال الحل السياسي سواء تاريخيا او حديثا في افق هذه التطورات التي عرفتها قضيتنا الوطنيه. هذه محاوله يائسه وبائسه من طرف الجزائر بطبيعه الحال، هي خصها تتحمل المسؤوليه ديال هاد خلق هذا النوع من التصرف وفي خرق سافر لوقف إطلاق النار وجميع الأمور المتفق عليها. للأسف هي يائسة، والمغرب تعامل بحكمة ورزانة حول إفشال هاد المناورة الجزائرية بالدرجة الأولى. تأتي مشاركتي اليوم في هذا اللقاء العلمي من أجل تبادل وجهات النظر حول الحل السياسي الوحيد الموجود اليوم بالنسبة لقضية الصحراء المغربية فيما يتعلق بعمل الحكم الذاتي الذي هو حل الآن سياسي وحيد موجود منذ سنة 2007 بالنسبة للعالم، وحتى بالنسبة لمجلس الأمن الدولي الآن بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن هذا الحل هو الأكثر واقعية وهو الذي يمكن إخراجه إلى حيز الوجود دون ما أن يكون في ذلك تكلفة لأي طرف من الأطراف. لابد من الإشارة إلى أن اليوم هو لحظة أساسية جعل منها المسؤولون والمشرفون على هذا المركز جعلوا منها لحظة للتفكير وتبادل وجهات النظر، خاصة ونحن على يعني أبواب أو على عتبة الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء، وبالتالي اليوم نتداول ونحلل أكثر من أي وقت مضى، نحلل ما هي الأمور الأساسية والإيجابية والآفاق الموجودة بالنسبة للحل السياسي الذي يقدمه المغرب. لابد من التذكير أيضا أنه المنطقة هي منطقة ذات بعد استراتيجي عالمي، واليوم الكل يخشى أن تزيغ هذه المنطقة أو أن تقع انحرافات يمكن أن تؤدي بالعالم إلى مسارات لا أحد يستطيع أن يتكهن بذلك. ولكن لابد من القول أيضا أنه اليوم ما يقدمه المغرب ينخرط أيضا أو يتم التعامل معه على أساس أنه مجهود من أجل تعزيز السلم والأمن العالمي وفق المقاربة التي تبناها مجلس الأمن ووفق المقاربة التي يمكن أن تحافظ للجميع على يعني خيارات سلمية تعزز السلم والأمن والأمانة في إفريقيا وفي العالم العربي وأيضا على المستوى العالمي سواء بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط أو بالنسبة للمحيط الأطلسي. سناقش في هذه الندوة الصحراء مشكل الصحراء المغربية في إطار الحل السياسي خطورا في ظل المستجدات الذي هذا المشكل الذي طال أمده هو الذي الحمد لله عرف مجموعة من البوادر التي أبانت عن جد وقوى على كذلك عن صائبية المقترح المغربي فيما يتعلق بالحكم الذاتي. وآخر هذه المقررات هو القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي القرار 27/3 الذي أقر على أن هذا
هذا المشروع الذي تقدم بالمغرب منذ 2007 هو مشروع وجيه ومشروع واقعي سيمكن من وضع حد لهذا المشكل الذي طال أمده، كما أنه خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة سمارة كان هناك تحذير من المجلس الأمن الدولي للجبهة المزعومة وخصوص وكذلك إلى حاضنتها الجارة الشرقية بحكم أنها هذه الإجراءات هي منافية للأعراف والمواثيق الدولية وكذلك لقرار وقف إطلاق النار لسنة 1991، وكما أنه تجدر الإشارة بأن المغرب قد حقق انتصارات كبيرة في هذا المجال تمثلت في اعتراف كافة القوى الدولية سواء في أوروبا أو في إفريقيا، والذي لذلك افتتاح ما يزيد على 28 قنصلية وتمثيلية دبلوماسية للقوى الخارجية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وحيث نجد أن جميع الدول العربية التي تنتمي إلى دول مجلس التعاون الخليج العربي تعترف بمغربية الصحراء بشكل واضح لا لبس فيه، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والجارة إسبانيا، وكذلك ما يؤكد الموقف المغربي من هذا المشكل هو الإنجازات الاقتصادية التي تم إنجازها في هذه الأقاليم، إذ أصبحت تنافس ما تحقق من إنجاز اقتصادي في الأقاليم الشمالية، بل أصبحت تتجاوزها في كثير من الأحيان، حيث أن الزوار الغربيين وكذلك الذين يأتون لهذه المناطق مفاتئون يشدون بحرارة على المملكة المغربية بهذه الإنجازات التنموية التي لا يمكن إلا أن تخدم صالح ساكنة هذه الأقاليم التي لا زالت الجارة الجزائر تتشبت بهذا المشكل المصطنع وتبع الأوهام لهذه الجبهة المزعومة. الشيء الذي يسير في منحى معاكس لما تسير عليه العلاقات الدولية والأوضاع بصفة عامة على الصعيد الدولي. وفي الحقيقة في ربع ساعة يعني وأنا